بسبب الاستيراد المفرط لها. النيجر توقف بيع لحوم الحمير للجزائر. أصدرت السلطات في دولة النيجر مذكرة قانونية تمنع تصدير الحمير إلى الجزائر بسبب التهديد الوجودي لهذه الحيوانات. وقالت المذكرة القانونية الصادرة عن وزارة تربية الحيوانات والداخلية والتجارة والمالية بالنيجر أن تصدير الحيوانات المنتمية إلى جنس الحمير ولحومها سيمنع منعا كليا للجزائر. وأوضح مسؤول في قطاع تربية المواشي في النيجر أن الحمير تواجه تهديدا جراء عمليات التصدير الكبير إلى الجزائر مؤخرا ليباع لحمها في الأسواق الجزائرية على أنه لحم البقر والغنم، مما يفاقم الخطر الذي يطال أصلا هذه الحيوانات بسبب موجات الجفاف المتكررة. لذلك دولة النيجر ستقوم بمعاقبة كل من يقوم بتصدير الحمير إلى الجزائر. وسبق أن تداولت وسائل إعلام جزائرية أنباء عن بيع لحوم الحمير للجزائريين، وذلك بعد أن أصبح استيرادها أمرا قانونيا، حيث سبق أن أثار قرار حكومي دهشة الجزائريين.